يقول: بالعمرة ما هو الواجب عند الصفا والمروة؟ لم ألتزم بالدعاء عند الانتهاء من الأشواط، هل علي كفارة؟ أول شيء، الدعاء ليس عند الانتهاء من الأشواط، وإنما في بداية كل شوط، أشواط أقصد الصفا والمروة، نعم، السعي. بالنسبة للسعي، السنة أن الإنسان إذا صعد على الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، ثم يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى الصفا، ثم ينظر إلى الكعبة ويقول: بسم الله، الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينطلق، يعني يقول الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين ثم ينطلق إلى المروة، وكذلك إذا وصل المروة يعيد الذكر هذا مرة ثانية مع الدعاء. ثم المهم أن الذكر والدعاء يكون قبل الشوط وليس بانتهاء الشوط، هذا السنة. لو تركه الإنسان ولو عمدا سعيه صحيح وليس فيه كفارة، لكن الذي قاله له من الأجر أعظم من هذا، لأنه طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.